سؤالك سامحني بعد لم انتبه لها جيدا لانني كنت افكر في اشياء اخرى في الجواب مش في الجواب لكن في اشياء اخرى ذهبت اليها لا اريد ان افصح عنها. نعم كنت اقول في وقت ما بانني المح الى بعض الاشياء. صدقني يا قادة بكل تواضع نقول لك بانه لو اقول كل ما اعرفه جبال ونشرير ستسقط الى هالدرجه لو هذا خليني نقول بلي كنت مقرب جدا لو من اقول مصادر لا كنت اعلامي وعندي معلومات لا مش مقرب من دائره صناعه القرار لانه التلفزيون في الموقع اللي كنت فيه عارف الكثير من الاشياء واليوم اعرف الكثير من الاشياء اكثر مما كنت في التلفزيون لانه انا اعلامي انا عارف واش راهو صار في قناه الشروق من خلال قادة بن عمار. قادة بن عمار إنسان محترم وأثق فيه مثل ما هناك أيضا ناس ألتقي بهم مسؤولين أو ناس عاديين. عندي معلومات والإعلامي اللي ما عندوش معلومات لا يمكنه أن يكتب، ولكن لا يمكنني أن أكتب كل شيء احتراما للكثير من الرجال واحتراما لمؤسسات بلدي وحفاظا على توازن المجتمع. حتى ما أكتبه في بعض الأحيان أقرأ بعض التعليق هي مؤسفة في آن الوقت لأن الناس ليسوا على بينة وليسوا على علم. صحيح. بمناسبة التعليق أنا أقرأ مقالك وأقرأ التعليق التي تأتي سواء في الشروق أونلاين أو في مواقع أخرى تكتب فيها باللغتين العربية والفرنسية. الملاحظ أن الفترة الماضية عندما تخليت عن العمومية في الطرح وأصبحت تكتب بصراحة كثرت التعليق التي تنتقد حفيظ الراجي، ولا شك بأنك تقرأها. نعم. عندما يقولون لك مثلا افتح نافذتك في الدوحة لتجد القاعدة الأمريكية على بعد أمتار، عد إلى بلدك وبدلا من أن تمارس الفلسفة العبثية قم بالاستثمار والإنتاج وأعن أبناء بلدك بدلا من أن تسقط أو بانتقادك وبعصاك على هذا الوطن. اولا انا لا اعطي دروس للناس ولا اسمح لاي احد ان يعطيني دروس سواء في الحياه او في الوطنيه او في حب البلد. عندما افتح نافذتي في الدوحه لا ارى الا الاشياء الجميله، هذه واحده. ثانيا البعض يريد ان يعقدنا بقضيه انه انت مش موجود في الجزائر. هناك 7 ملايين جزائري خارجين عن الجزائر، لما تكون الانتخابات انتم اهلنا واولادنا ومرحبا بكم لازم تقوموا بواجبكم، لما نقوم بالواجب خلاص ما عندناش حقوق، يعني هذه واحده. ثانيا التعليق التي تكتب هي مستويات وانا اتفهم حتى تلك التي تنتقد وتشتم. واكتشفت بأن هناك الكثير من التعليق منظمة. نقول لك بأنه كاين أشياء موجودة في الجزائر لأنه الإعلام لازم يكون مطلع مقصودة، يعني نعم من جهات معينة منظمة ومن جهات معينة تريد أن تستهدفك. نعم يعني. نفس تعرف تكتب المقال الآن ما يكملش المقال يبعث التعليق اللي هو مهيئ تعليق أنت في شتيمة فيها شتيمة خيانة تخوين. يا حبيبي الجزائر تسكن فينا ولسنا مطالبين بأن نسكن فيها، ولا واحد زايد عليه ومن زايد عليه حتى واحد في حب الوطن. أنا ممكن أضعف واحد يحب وطنه لأنه على الأقل هجرت، ولكن ما يخوفوناش وما يهدوناش وما يخلوناش.